أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، المحمود هو الله، أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إلهي، خلقت الخلق فأثبتت أنك على كل شيء قدير، وأمتهم فأثبتت أنك الجبار ذو القوة المتين، وتحييهم يوم القيامة لتثبت لهم أنك أعدل العادلين وأسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الفناء على جميع خلقه، وأوجد الوجود لذاته العلية. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، القائل فيما يرويه عن رب العزة: يا عبدي تأهب للقائي فعن قريب ألقاك، وأقبل على خدمتي فأنا مولاك، بأي شيء يراني من بارزني وعصاني، بأي شيء يراني من نسى عظمة شاني، يا عبدي قف على بابي فأنا الكريم، ولذ بجانبي فصراطي مستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد، فيا من توحدون الكريم وتصلون على خاتم الأنبياء والمرسلين، إخوة الإسلام والإيمان، ترحم مشروع، حيث علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نترحم على موتانا، فقد ترحم صلى الله عليه وسلم على سيدنا لوط فقال: رحم الله أخي لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد. كما ترحم صلى الله عليه وسلم على سيدنا موسى فقال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. كما ترحم صلى الله عليه وسلم على أهل الفضل في الجاهلية فقال: رحم الله أخي قس بن ساعدة، يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إلا أن نترحم على موتانا. إن حياة البرزخ التي يعيشونها هؤلاء الأموات، يسمعون ثناء الناس عليهم وتصل إلى برازخهم الدعوات الصالحات، فكل عمل يوهب إلى الميت يصل يقينا، الدعاء يصل للميت.
الصيام عن الميت يصل، الحج عن الميت يصل، قراءة القرآن للميت تصل. العمل الوحيد الذي لا يؤدى عن الميت باتفاق العلماء هو الصلاة. العمل الوحيد الذي لا يؤدى عن الميت باتفاق العلماء هو الصلاة، لأن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يبقى كل عمل بيوهب للميت بيصل يقينا، الدعاء بيصل للميت، والصيام بيصل للميت، والحج عن الميت يصل، وقراءة القرآن تصل. واحد حيرد عليه من اللي أوغلوا في هذا الدين بغير رفق فأحدثوا ما ليس فيه، وحيقول لي وأين أنت من قول الحق تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت بتقول الكلام ده وربنا بيقول في كتابه الكريم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقول لهؤلاء وهل فهمت معنى هذه الآية؟ ماذا قال العلماء والأساتذة الأفاضل في تفسير هذه الآية؟ قالوا إن الله لا يظلم العباد يوم القيامة، فبعملهم الذي عملوا يحاسبوا، ولا يحاسب المرء بعمل غيره. الأساتذة قالوا في تفسير الآية ده إن ربنا مش هيظلم العباد يوم القيامة، فبعملهم الذي عملوا يحاسبوا، ولا يحاسب المرء بعمل غيره. واحد برضه حيرد عليا من الجماعة اللي أوغلوا في الدين بغير رفق، وحيقول لي وأين أنت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انت بتقول لنا كل حاجة بتصل للميت، والرسول بيقول ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقول له وهل فهمت معنى هذا البيان المحمدي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع عمل، ولم يقل ينقطع نفع. الرسول قال ينقطع عمل وما قالش ينقطع نفع. وهناك فرق بين ينقطع عمل وينقطع نفع، أي أن المرء لا ينتفع بعمله إلا بهذه الثلاثة، أما عمل غيره فهو ينتفع به، لأن الحديث لا ينفي انتفاع المرء بعمل غيره. واخد بالك؟ هناك فرق بين ينقطع نفع وينقطع عمل، أي أن المرء لا ينتفع بعمله هو إلا بهذه الثلاثة، أما عمل غيره فهو ينتفع به، لأن الحديث لا ينفي انتفاع المرء بعمل غيره. يبقى الدعاء بيصل للميت، والصيام بيصل للميت، والحج عن الميت يصل، وقراءة القرآن تصل للميت. حيرد علي بقى ويقول لي طب احنا عايزين دليلك على الكلام ده، الدليل فين حته؟ اقول له اين انت؟ الدليل في صحيح البخاري، انا مش جايبه من عند نفسي ولا حاجة. فلقد ذهبت امرأة كما جاء في صحيح البخاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أمي نظرت أن تصوم. أمي كانت نادرة إن هي تصوم، ولكنها ماتت يا رسول الله قبل أن تصوم، أصوم عنها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم صومي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. واخد بالك؟
يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ده في صحيح البخاري، انا مش جايبه من عندي ولا حاجه. طب نجيب دليل تاني من صحيح الايه البخاري برضه. فقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، ابويا كان ناوي السنه دي يحج يا رسول الله، ابويا كان ناوي السنه دي ايه يحج ولكنه مات يا رسول الله قبل ان يؤدي هذه الفريضه الايه العظيمه التي هي احد اركان الاسلام، اروح احج عنه يا رسول الله؟ فقال له حج عنه. ده في صحيح الايه البخاري. ولذلك جاء في الاثر ان الميت يترقى في قبره من درجه الى درجه. الميت وهو في قبره كده بيترقى من درجة لإيه للدرجة، فيقال له بما نلت هذه الدرجة، انت نلت الدرجة دي منين؟ فيقال لا، فيقول بقراءة القرآن. فيقول يا رب انا نلت الدرجة دي ازاي، انا اتنقلت في قبري من درجة لدرجة ازاي يا رب؟ فيقال له بقراءة القرآن لك وبدعاء ولدك لك، بقراءة القرآن لك وبدعاء ولدك ايه لك. ولذلك شوف الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه مر على المقابر ذات يوم وكان معه احد تلاميذه. الامام ابن احمد بن حنبل مر على المقابر ذات يوم كده وكان معاه احد تلاميذه، فشاف واحد بيقرا القرآن على المقابر، فقال لتلميذه ده حرام وده بدعة وكلام زي ده. ده الإمام أحمد بن حنبل بيقول لأحد الإيه التلاميذ بتاعته، فقال له يا إمام أما سمحت أن سيدنا عبد الله بن عمر أوصى أن تقرأ سورة الملك على قبره؟ أنت ما سمحتش أن سيدنا عبد الله بن عمر أوصى أن تقرأ سورة الملك على قبره؟ فقال له عد إلى القارئ وقل له فليقرأ ما شاء من القرآن. قال ارجع للقارئ وقل له فليقرأ ما شاء من القرآن. لكن الناس دي أوغلوا في الدين ده بغير رفق فأحدثوا ما ليس فيه. طب أنا لما أبوي يموت يعني والأم تموت أبقى أعمل لها إيه؟ بدل كل عمل مش هيروح لها يعني أعمل لها في إيه؟ لا هتصدق لا الصدقة هتوصل، ولا لو صمت الصوم هيوصل، ولا الحج هيوصل، ولا قراءة القرآن هتوصل. طب أمي لما تموت ولا أبويا يموت أروح أعمل له إيه يعني؟ جماعة دولة عايزين يقول لنا بالبلدي كده، أنت بموت أبوك أو موت أمك انقطعت الصلة بينك وإيه وبينه. كلا والله، واخد بالك ما قطعتش الصلة بينك وبين ابوك ابدا. اوعى تسمع كلام هؤلاء الناس، لان هؤلاء الناس قال عنهم الرسول هلك المتنطعون. من المتنطعون؟ الذين اوغلوا في هذا الدين بغير رفق فاحدثوا ما ليس فيه. جه واحد ابوه مات وقال له يا رسول الله انا ابويا مات، هل بقي من بر أبايا شيء؟ فضل حاجة عملها لأبويا بعد إيه ما مات؟ قال له طبعا، قال له الصلاة لهما أي الدعاء لهما وقراءة القرآن إيه له والصدقة وتصدق إيه عليه. وفي نفس الوقت لو له صديق لازم توصل هذا الصديق اللي كان ابوك بايه بيصاحبه وكان مصدقه في يوم من الايه من الايام. لكن احنا للاسف الشديد شغلنا بالدنيا وزينتها وزهرتها. الواحد لما بيروح حتى في جنازه يقف بين المقابر وبين المقابر مسافه، ومش هين عليه حتى يروح يقول لابوه سلام عليكم في قلب الايه القبر، يقول لامه سلام عليكم. واخد بالك؟ لان انت مشغول بالدنيا وزينتها وزهرتها، والمتعلق بجمع الدنيا مفتون، ومن فتن بها ظلم نفسه وخرج منها خاسرة. ورحم الله من قال يا مستأنس بالمنازل والدور وكسات المنايا علي
تدور يا مظلم القلب وما للقلب من نور، الباطن خراب والظاهر معمور، لو ذكرت الأجداث والقبور لأبطلت عمارة الدنيا أيها المغرور. كم يتلطف بك ربك يا كفور، كم ينعم عليك يا نفور، كم تبارزه بالمعاصي وأنت مستور، ويمهلك لتتوب إليه إنه رحيم غفور. وحتى لا أطيل على حضراتكم، أضرع إلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الوالد المتوفى بفسيح رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم عافيه واعف عنها، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم نقيه من الخطايا، اللهم نقيه من الخطايا، اللهم باعد بينه وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اجعل مسواه الجنة، اللهم اجعل مسواه الجنة، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى، اللهم إنا جئناك شفعاء فيه فاقبل شفاعتنا فيه، اللهم اجعل من فوقه نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا، اللهم عامله بإحسانك ولا تعامله بميزانك، اللهم عامله بفضلك ولا تعامله بعدلك، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولأمواتنا وأموات المسلمين. وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ عبد العظيم خليفة مدير إدارة الأوقاف بمركز منوف.